احتفلت البورصة بانطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي من خلال أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في سوق المال. وقالت وزيرة التضامن نيفين القباج إن الإعاقة قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وحقوق إنسان. جانبه أكد رئيس البورصة محمد فريد العمل على مساعدة متحدي الإعاقة للاندماج في النشاط الاقتصادي. يمكن النهارده بنبتدي بعمرو سليمان كأول متداول للبورصة من ذوي الإعاقات البصرية، لكن هي حقيقة انطلاقة جديدة. هو التحدي كله في من يبدأ، فالنهارده كانت البداية. يمكن ذوي الإعاقة أو القادرون باختلاف زي ما بنسميهم أخذوا مننا اهتمام، ولكن هذا الاهتمام لم يفسر بالشكل الذي يرضينا والذي يؤثر تغيير إيجابي حقيقي في حياتهم، فإحنا بنحققه تباعا. جاء القانون برقم 10 ب 2018، وجاء المادة 53 في الدستور بحقوق كثيرة للتعامل معهم ولشمولهم المالي وأيضا إدماجهم في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام. ده علشان ده يحصل لازم أكتر من متغير يتم، بدءا من إتاحة المكانية والإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يذلل موضوعاتهم، بالذات ذوي الإعاقات البصرية والسمعية. أنا من جوايا بحب التداول ده وحاولت فيه قبل كده، بس طبعا ما كانش فيه تكنولوجيا زي دلوقتي، برامج نطقة تساعدني، جهازي يقرا لي، ما فيش كده خالص. دلوقتي الحمد لله التكنولوجيا بقت افضل، فبقى فيه دلوقتي برامج نطقة تقرا لي المحتوى كله من خلال الابلكيشن. بتعامل فيه من في شركه مباشر كابيتال، فده بيسهل لي كل حاجه. بعرف ابيع اشتري، اتابع السوق، حركه السوق عامله ايه، نازل طالع، اي حاجه، اي تفاصيل عن السهم بعرفها، حتى الاخبار، اي حاجه تتخيلها وبعملها بنفسي. يعني احلى ما في الموضوع ان انا بعملها بنفسي بايدي، ما حدش بيعملها لي ولا بقول لحد اعمل لي كذا ولا كذا، انا بعتمد على نفسي. وبعدين ده انا شايفه انه فرصه عمل للمكفوفين، بحكم ان المكفوفين بيبقوا عملهم يعني محدود، اعمالهم محدوده، فده انا شايفه ينفع ان يكون مصدر لقمه عيش للكفيف.